ان الحقيقه بقى بتقول ان احنا كلنا بره وجوه مش نازلين علشان ننتخب، والحكايه بقت واضحه. احنا مش قاعدين نعدد انجازات للرئيس علشان نعيد انتخابه، الحقيقه احنا نازلين نمدد الشرعيه الشعبيه للي بداناه في 30 يونيو 2013 لما الشعب المصري كله نزل علشان يرفض مشروع الاهل والعشيره وينهي المؤامره الكبيره اللي كانوا الاخوان راس الحربه فيها، ويتوج هذا الجهد وهذا العمل باعلان 3 يوليو 3/7. المشاهد دي كلها بتخلينا نبقى مركزين، لان لازم انا وحضراتكم نفتكر لما وقتها الفريق اول عبد الفتاح السيسي طلب الناس وطلب منهم النزول للتفويض لمواجهة الارهاب والعنف المحتمل، ده كان في 26/7. هل النزول ده كان له علاقة باللي حصل في 3/7؟ ده مهم قوي، لان الحقيقة ما كانش تفويض قد ما كان طلب لتأكيد شرعية 3 يوليو 3/7، وده كان التأكيد على الشرعية دي قدام كل قوى الشر العالمية اللي وقتها كانت بتحاول تحاربنا بأن اللي حصل يوم 3/7 كان انقلاب عسكري. علشان كده وقتها الرئيس طلب مننا ان احنا ننزل، والنزول يعني ملايين الشعب المصري، علشان انتم الملايين من المصريين من يمنح الشرعية ومن يمنعها، انتم المانح والعاطئ. علشان كده لازم ناخد بالنا كويس قوي، الجيش عمره ما يطلب تفويض لحماية الشعب لأن دي جزء من مهمته، لكن التفويض هنا كان على تأكيد الشرعية. لازم ناخد بالنا إن كلنا نازلين علشان نؤكد على حق دم كل شهيد قدم روحه تمن علشان يحمينا، كلنا نازلين علشان نجدد شرعية المنظومة اللي القوة الشعبية المصرية فرضتها على الدنيا كلها. احنا نازلين علشان نقول شكرا لكل جندي وكل ضابط في الشرطة وفي الجيش، علشان الحكاية تكون واضحة. ما احناش نازلين لسه علشان يعني نعمل فعل من اول وجديد، احنا اطلقنا عملية بناء وبنؤكد عليها. علشان كده لازم اقول لحضراتكم واحنا بنقول شكرا، اوعوا تنسوا تقولوا شكرا لكل عامل شارك في كل تجديد لدماء الدولة المصرية، اوعوا تنسوا تقولوا شكرا لكل مهندس ساهم في إعادة بناء دولتنا. لازم نكون متأكدين كلنا إن احنا نازلين علشان نقول شكرا لكل جهد مصري مخلص تم بذله في ال5 سنين اللي فاتوا كلهم. احنا لازم ننزل وبكثافة، والحقيقة الموقف اللي حصل بره بيحطنا في اختبار أمام أنفسنا وأمام العالم. علشان كده بتمنى ان المنافسة تكون ما بين المحافظات. نفسي بصراحة اعمل حلقة واقول الصعيد عمل مفاجأة، نسبة المشاركة فيه كانت مرعبة، الصعايدة نزلوا بكثافة، كانوا موجودين وبيعملوا رقصة التحطيب قدام كل حتة فيكي يا لجان كل محافظات الجنوب المصري. احنا محتاجين نقول لكل حتة في قلب الوطن ده، من فضلك اطلع من قلب الوطن وقول للعالم انك بتؤكد شرعية شعبية لمشروع دولة 3/7، لان ده كان اختيارنا، وبناء عليه نحن اي الشعب المصري نمدد التكليف للمكلف. احنا بنمدد له التكليف لان شرعيته من نزولنا احنا.